من ثلاث مراحل، رويترز تكشف عن رد حماس على الهدنة يتضمن تبادل الأسرى ومحادثات غير مباشرة مع إسرائيل. أكسيوس تكشف عن تسوية تتضمن فوائد اقتصادية للبنان مقابل تراجع حزب الله عن الحدود مع إسرائيل. المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يحمل إيران وجماعة الحوثي تبعات عسكرة البحر الأحمر. للمرة الأولى منذ ما يقارب العام، الجيش السوداني ينتشر في سوق أم درمان بعد طرد عناصر الدعم السريع. مشاهدينا إلى هذه الجولة الإخبارية من الحدث في الرياض، وفي تفاصيلها كشفت وكالة رويترز عن مسودة وثيقة تحمل رد حماس على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بمقترح هدنة ل 135 يوما على ثلاث مراحل. وبحسب المسودة تقترح حركة حماس مرحلة أولى مدتها 45 يوما لتبادل الأسرى والإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات. كما تقترح حماس إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام. وجاء في المسودة أن المرحلة الثانية التي اقترحتها حماس يتم فيها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وانسحاب كامل الجيش الإسرائيلي من غزة. كما اقترحت مسودة وثيقة حماس مرحلة ثالثة مدتها 45 يوما يتم فيها تبادل الرفات والجثث. في غضون ذلك، أفادت مراسلة الحدث بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع اليوم لمناقشة رد حماس، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة جديدة في حرب غزة يدرسون رد حماس على اتفاق إطار لها. وجاء في البيان أن رد حماس الذي نقله الوسيط القطري إلى الموساد والمسؤولين المشاركين في المفاوضات يتم تقييم تفاصيله بدقة. هذا أعلنت حركة حماس تسليم ردها حول اتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة إلى كل من مصر وقطر. وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة أن رد حماس في مجمله إيجابي، فيما قال بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل إنه سيناقش الاقتراح في تل أبيب. استلمنا ردا من حركة حماس بشأن الإطار العام لاتفاقية الأطراف بشأن ما يخص الرهائن. يتضمن الرد بعض الملاحظات على الإطار، ولكن في مجمله رد إيجابي على الإطار، ولكن نظرا لحساسية هذه المرحلة لا يمكننا الخوض في التفاصيل، ويدعونا هذا الرد للتفاؤل، وتم تسليم الرد للجانب الإسرائيلي. So together with Qatar and Egypt. سوية مع قطر ومصر طرحنا مقترحا جديا موسعا أكثر من الاتفاقية السابقة. حماس ردت على المقترح ونحن نراجع الرد وسنعرضه على الحكومة الإسرائيلية، لكن هناك الكثير لفعله. أكدت الخارجية السعودية في بيان لها أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددة في ذات الوقت على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. وأكدت الخارجية السعودية دعوتها للمجتمع الدولي وخصوصا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم وقف الهجوم الإسرائيلي والانسحاب من غزة. كما أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
إذن مشاهدينا، حين يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رام الله في إطار جولته الخامسة بالمنطقة، سيكون موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة هو الشاغل الأكبر في المحادثات. مسؤول أمريكي رفيع قال لشبكة NBC نيوز الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كلفت موظفيها المختصين في الشأن السياسي بالنظر في الاعتراف أو في اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بعد الحرب. وأضاف المسؤول أن الدولة الفلسطينية ستشمل قيادة جديدة وإصلاح الأجهزة الأمنية، ولكنه أشار إلى أنه لم يتم صياغة هذا المقترح بعد. المسؤول الأمريكي أكد أن تفعيل هذه السياسة سيكون بمثابة خطوة يمكن أن توفر قوة سياسية وقانونية ورمزية للفلسطينيين وتزيد الضغط الدولي على إسرائيل للانخراط في مفاوضات ذات معنى ومحادثات سلام طويلة الأمد. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد صحة هذه التقارير عندما سئل عنها في مؤتمر صحفي قائلا إن إدارة بايدن تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وتقوم بالكثير من العمل للتفكير في كيفية تحقيق ذلك. وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا، وقال إن دولة فلسطينية مجاورة تتعارض مع الحاجة الأمنية لإسرائيل، مما يضعه في خلاف مباشر مع الرئيس جو بايدن. ومن شأن تقديم هذا الاعتراف قبل أي اتفاق شامل نهائي بين الطرفين أن يمثل تحولا واضحا في موقف واشنطن في الوقت الذي تتعامل فيه مع قضية ذات حساسية غير عادية قبل انتخابات ساخنة في نهاية عام 2024. على كل مشاهدينا، سنناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيوفي، وينضم إلينا من رام الله المحلل السياسي محمد هواش. أهلا وسهلا بك سيد محمد معنا في هذه النشرة. قبل الحديث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وما إلى ذلك، لنبدأ من تسريبات مسودة رد حماس على التهدئة وصفقة تبادل الأسرى. برأيك، هل ما جاء في المسودة قابل للتحقيق؟ أولا، يعني ما جاء في المسودة أو ما سرب حتى الآن يعني هي عملية سياسية بالدرجة الأولى. هناك حاجة للأطراف جميعا أن تتوقف هذه الحرب من خلال هدن طويلة ومتواصلة تؤدي في النهاية إلى يعني تفاهمات حول عدد كبير من القضايا، يتم خلالها إطلاق سراح الأسرى على ثلاث دفعات بما في ذلك رفات الذين قتلوا خلال الحرب، وأيضا يعني توسيع المساعدات وعودة يعني الأمور إلى طبيعتها قبل الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي. أعتقد بأن إسرائيل ربما يعني تريد فقط من هذه العملية، وتريد أيضا من الوساطات أن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس أو المحتجزين لدى حركة حماس، وبعد ذلك تتصرف بمفردها من دون أي اعتبار للمواقف السياسية إن كانت محلية فلسطينية إسرائيلية. وربما هذا ما دفع الحركة سيد محمد إلى تقديم مرحلة أولى هي الإفراج عن بعض الأسرى من غير العسكريين، وبالتالي هل ذلك يدفعنا للقول بأنه ستتم تهدئة ما تقبل بها تل أبيب لإفراج البعض عن المحتجزين الإسرائيليين؟ يعني الإشارات الأولى في إسرائيل تقول بأنها ترفض أي حتى بما في ذلك عملية تبادل أسرى، ترفضها. بالأمس بنيامين نتنياهو قال لعائلات المحتجزين لدى حركة حماس الإسرائيليين بأن إسرائيل أصبحت قاب قوسين أو أدنى لتحرير هؤلاء، وبأن إسرائيل سوف تنتصر في هذه الحرب، وأن النصر بات قريبا جدا، وبالتالي بمعنى لا حاجة إلى حتى عملية تبادل. هذه رسالة
إلى العائلات، ولكنها أيضا رسالة إلى الجميع. لا يريد بنيامين نتنياهو أن يفكك الحكومة أو الائتلاف الحكومي الذي يعني يشارك فيه ويقوده، لأن بعض الأطراف في هذا الائتلاف هددت بأن وقف إطلاق النار سوف يؤدي إلى انسحاب أعضاء من الائتلاف، وهو لا يثق بأعضاء يعني أحزاب المعارضة التي وفرت له شبكة أمان إذا انسحبت أحزاب الصهيونية الدينية من الائتلاف وسقطت الحكومة. المعارضة وفرت لبنيامين نتنياهو شبكة أمان بحيث يستمر، ولكن هو لا يثق بالمعارضة ولا يثق بأحد ولا حتى نعم سيد محمد، عندما تقترح حماس مرحلة لمباشرة محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، نعلم بأن هناك تعنت من جانب نتنياهو، ولكن هل زيارة بلينكن وضغط واشنطن بالإضافة إلى التسريع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هل سيدفعه لقبول هذه الجزئية بمباشرة مباحثات مع الحركة؟ إذا كانت إسرائيل راغبة في إطلاق سراح الأسرى بالطريقة التي تريدها، هي سبق وأن أدارت القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في فندق واحد يتبع للمخابرات المصرية، وكانت كل فريق في غرفة، يذهب الفريق المصري الوسيط المصري يذهب إلى الوفد الإسرائيلي في الغرفة المجاورة للغرفة التي يتواجد فيها الفريق الفلسطيني، ويتبادل ويسلم كل طرف المقترحات ورد على المقترحات، وهكذا أديرت المفاوضات سابقا في أعوام سابقة، في حروب سابقة في قطاع غزة، وبالتالي هذا أمر ليس جديدا أن تحاول أو أن تطرح حركة حماس يعني إجراء مفاوضات مباشرة. وفي اتفاقية الإطار في باريس أيضا يوجد بند يقول بأن تبدأ الهدن، وخلال الهدن يتم التفاوض على يعني هدن أطول ووقف إطلاق نار، وهذا يعني تريد حركة حماس أن تعدل هذه العبارة المطاطة إلى عبارة أكثر وضوحا فيما يتعلق ب يعني أن تكون في نهاية هذه الهدن وقف شامل لإطلاق النار، وليس استئناف القتال واستئناف الحرب من حيث انتهت. وبالتالي هذه مفاوضات صعبة ومعقدة. الأمور السياسية أعتقد بأن الموقف السعودي فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية قبل أي حديث عن إقامة علاقات دبلوماسية، هذا أمر أعتقد بأنه يضغط على المجتمع الإسرائيلي لكي يضغط على الحكومة وعلى بنيامين نتنياهو، وأيضا هذا ضغط على الوسطاء الأوروبيين والأمريكيين الذين يتوسطون في هذه الحرب لوقف هذه الحرب، من أجل أيضا يعني الضغط على إسرائيل بأنه لا يمكن على الإطلاق وقف هذه الحرب من دون مقاربة سياسية. طيب عن المقاربة السياسية سيد محمد، ABC نيوز قالت بأنه يمكن لواشنطن أن تنظر باعتراف الدولة الفلسطينية قبل حتى التوصل إلى اتفاق شامل، وتزامنا مع ذلك هناك تهدئة ما أيضا في لبنان على الجبهة الأخرى، بالإضافة إلى هذه المفاوضات الجارية بين الحركة، هل نحن أمام قاب قوسين أو أدنى أمام اتفاق شامل ولو مؤقت؟ هذا أمل، ولكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن الموقف الأمريكي موقف جدي وحقيقي، ولدى الإدارة الأمريكية استعداد لاستخدام أدوات ضغط حقيقية على إسرائيل يعني قبول ذلك، ويعني التوجه نحو إنهاء هذا الوضع وفتح مقاربات سياسية في كل الإقليم وليس فقط في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية. العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية هناك حل الدولتين منذ عام 2002، وحتى اليوم لم تتقدم إسرائيل خطوة واحدة بهذا الاتجاه، بل بالعكس هذه الحكومة وضعت شروطا في الخطوط العريضة التي أسست بناء عليها الحكومة الإسرائيلية الحالية، قالت بأن الأرض بين نهر الأردن والبحر المتوسط هي أرض حصريا لليهود، وهذا كان يعني
مختلف عن كل الحكومات الإسرائيلية السابقة، بما في ذلك الحكومات اليمينية، لم تضع هذا التوصيف لطبيعة المنطقة والأرض والمستقبل فيما يتعلق بهذه الأرض، بمعنى أنه يرفض إقامة دولة فلسطينية. وبنيامين نتنياهو تحدث مرارا عن أنه هو الوحيد الذي منع قيام دولة فلسطينية ويمنع قيام دولة فلسطينية، وهو الوحيد الذي لا يريد يعني أن يريد أن يقتلع فكرة الاستقلال الفلسطيني وحق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية من عقول الفلسطينيين. وبالتالي هو يعني الأكثر يمينية في هذا الائتلاف الحاكم، وهو الذي وضع كل الخطوط العريضة لهذا الائتلاف، وهو الذي يوتر المنطقة بهذه السياسات. نعم، أشكرك من رام الله المحلل السياسي محمد هواش. وينضم إلينا أيضا من القاهرة الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف العشري. أهلا وسهلا بك سيد أشرف العشري. أبدأ معك من المسودة لرد حماس حول هذه الصفقة المنتظرة أو تبادل الرهائن أو الأسرى، من خلال ما تابعته أو ما جاء في هذه المسودة، برأيك هل رد حماس يقربنا من مفاهمات ما أو يبعدنا تماما؟ صباح الخير لحضرتك. بكل تأكيد في ضوء المعطيات المتوفرة في القاهرة أن هناك اتفاق أمريكي قطري في الساعات وفي الأيام قبل وبعد زيارة بلينكين ووجوده في المنطقة اليوم في تل أبيب ثم يكون في رام الله، هناك اتفاق على أن يكون هناك هذه الجولة جولة حاسمة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات على أرض الواقع. وأعتقد الجانبين المصري والجانب القطري قدم كثير من المعطيات الخاصة بإمكانية أن يكون هناك تعاون جد مع حماس لدخول هذا الاتفاق في حالة تم التوافق عليه حيز التنفيذ، بشرط أن يكون هناك بالفعل استغلال للضغط الأمريكي الحادث ثلاث الأسابيع والأيام الماضية على الجانب الإسرائيلي لحصول بلينكين في تل أبيب وإبلاغ القاهرة وأيضا الدوحة عصر اليوم بالموقف النهائي، حتى يكون هناك بالفعل تدشين لمحركات تشغيل التنفيذ على أرض الواقع، خاصة أنه سيأتي في حالة الحصول على موافقات إيجابية من قبل الجانب أو حتى مقنعة أو مرضية إلى حد ما، سيكون هناك اجتماع آخر ربما الأسبوع القادم لأطراف باريس الأربعة المصرية القطرية الإسرائيلية وأيضا الجانب الإسرائيلي. وهناك بالفعل وضع آليات تم التوافق عليها في القاهرة، وربما يكون نفس الآليات في عمان في الدوحة. هل لديك أي معلومات عن ما تم التوافق عنه في القاهرة تحديدا، وما الذي اقترحته مصر من خلال هذه الجولة التي يقوم بها بلينكين والرد الذي أتى من حماس وأيضا الوسيط القطري؟ هل من معلومات لديك؟ كل تأكيد جزء من هذا أصبح معلن. الجانب المصري أعلن ليلة أمس في بيانه الصادر أنه تسلم الرد من قبل حركة حماس، وأنه يواصل الاتصالات مع الجانب الأطراف المعنية في هذا الاتفاق، الاتفاق الإطاري في باريس من الأحد قبل الماضي. وأعتقد أن هناك تفاهمات مصرية. الجانب المصري أبلغ الجانب الأمريكي ثلاث قضايا رئيسية جوهرية: أن يكون هناك تحرك أمريكي ضاغط باتجاه أن يكون هناك بالفعل وقف الإطلاق النار ولو بشكل تدريجي ممنهج، المرحلة الخاصة بإمكانية بدء تبادل أسرى والسجناء من كلا الجانبين تستغرق من 135 إلى 142 يوما حسب ما جاء في اتفاق باريس أو حسب ما تم التفاهم عليه في اتفاق باريس، أن يكون هناك بالفعل مفاوضات مستمرة ترعاها القاهرة سواء في القاهرة أو فيما يتم التوافق عليه في المكان ممكنة القاهرة الأقرب لمكان الاستضافة، بإمكانية أن يكون هناك بالفعل بدء التنفيذ بشكل دوري لكل مرحلة من المراحل الثلاثة الخاصة بإطلاق سراح الأسرى والجنود. شيء المطلب الثالث أيضا قدمته القاهرة يكون هناك بالفعل وضع جدول زمني الإسرائيلي فيما يتعلق بالتخفيف والانسحاب التدريجي من المناطق بالغة الصعوبة والتعقيدات كجنوب رفح. لكن سيد أشرف، كيف يستقيم الحديث عن انسحاب تدريجي إسرائيلي وهناك نذر اجتياح إسرائيلي لرفح بالتزامن مع خطوات أخرى أيضا تقوم بها تل أبيب سواء فيما يتعلق بالأونروا أو غيرها من الأمور الجارية حاليا في قطاع غزة؟ مسألة رفح مسألة أعتقد أنها أصبحت محسومة. الجانب المصري أبلغ موقفه بشكل أكيد وبشكل قوي طيلة الأيام الماضية الجانب الإسرائيلي، وأرسل رسائل غاضبة وفيها كثير من الشدة والرفض حسب المعطيات، وأيضا الجانب الإسرائيلي درس هذه الرسائل جيدا، ثم أيضا نقل هذا الموقف الرسمي المصري للجانب
أمريكي بلينكن بالأمس، وأعتقد أنه نقله وسينقله أو ربما ينقله خلال الساعة من الآن للجانب الإسرائيلي، أن مسألة رفع محور فيلادلفيا مسألة منتهية، لا حديث ولا حوار فيها ولا نقاش، وأصبحت خلف ظهر الجانب المصري ولن يقبل أي نوع من التأويل أو الحديث فيها، وأن الجانب المصري مهتم في هذه المرحلة بالذات بأن يكون هناك مساهمة مع الجانب الأمريكي والجانب القطري في دخول حيز اتفاق الإطار حيز التنفيذ على أرض الواقع عبر المراحل الثلاثة المتفق عليها، وأن أي حديث سابق لأوانه في هذا الأمر، لأن القاهرة تريد أن ترى معطياتها على الأرض بشكل جوهري، وهي أن يكون هناك بالفعل رجع للأسرى التهدئة الكاملة، وعد خريطة الانسحاب متفق عليها في 145 أو 142 يوما، نعم. أن يكون بعد الترتيبات الأمنية مرحلة لا يمكن الحديث فيها، حتى لا يكون حتى القاهرة هددت بأن هذا الأمر سيؤدي إلى تعليق معاهدة السلام من قبل القاهرة، وأعتقد الرسالة وصلت القاهرة، وأيضا الجانب الإسرائيلي أصبح معني بعدم أن يكون هناك اقتحامات أو تعاطي مع منطقة رفح الفلسطينية، وأن يتخلى عن فكرة أن يكون هناك تهجير للفلسطينية الفلسطينية، نعم. ومحور فيلادلفيا أيضا لا حديثة ولا تأجيل ولا مناقشات ولا مجسات قانونية، نعم. سننتظر ما الذي ستسفر عنه إجراءات الرد الإسرائيلي المنتظرة حول هذه التفاهمات وحول مقترح حماس ورده عن الصفقة. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة، الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف العشري. نأخذ كل هذه التساؤلات إلى مراسلتنا من القدس لانا كولغاسي. أهلا وسهلا بك لانا، ما المتداول إسرائيليا حول ما جاء في بيان أو في صحيفة رويترز عن رد حماس، وأيضا الاجتماع المرتقب في إسرائيل لمناقشة ما جاء في هذا الرد؟ يعني بعد 9 أيام من الانتظار وانعقاد قمة باريس وهذه الصفقة الجديدة، بالفعل كان انتظار طويل بالنسبة للجانب الإسرائيلي الرد لحركة حماس. اليوم بعدما كان أو بالأمس بعدما كان هناك رد، صباح اليوم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال بأنه سوف يعقد اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي، يلتقي الوزراء في هذا المجلس لمناقشة رد حركة حماس وما سوف يكون الرد الإسرائيلي لهذا الرد. محللون إسرائيليون منذ صباح اليوم يتحدثون بأن إمكانية قبول إسرائيل بشروط حركة حماس تقريبا مستحيل، حتى يعني رئيس الشباك السابق بالفعل تحدث بأنه قرأ شروط حركة حماس المتداولة في أيضا الصحف، وقال بأنها شروط مستحيلة وأنها غير قابلة للتنفيذ، خاصة بأن إسرائيل والجيش الإسرائيلي أيضا والحكومة الحالية هي تتمسك بعدم وقف هذه الحرب، وإنما وقف فقط لمدة أشهر عن إطلاق النار ومن ثم تبادل للأسرى. وبالتالي سوف ننتظر اليوم بالفعل حتى لقاء بلينكين المنتظر في الساعات القريبة، سوف يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إضافة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت وأيضا رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي. نعم لانا، تحدثت عن زيارة بلينكين المرتقبة في إلى تل أبيب، وهناك أيضا حديث عن صحف عالمية ووكالات تقول بأنه ضغط ما أمريكي يمارس على تل أبيب للمضي نحو هذه الصفقة أو نحو هذه التهدئة. هل لمست أي مؤشرات لذلك؟ يعني تصريحات إسرائيلية أكدت ما يقال؟ بطبيعة الحال حتى لو كان هناك ضغوطات من الجانب الأمريكي، الجانب الإسرائيلي لا يعترف بذلك بشكل واضح وصريح بخصوص هذا الموضوع، ولكن بالفعل هذه المرة الخامسة التي يزور فيها بلينكين إسرائيل منذ بداية الحرب، ولكن هذه المرة ربما المختلف أن بالفعل الولايات المتحدة تريد التوصل إلى صفقة جديدة ووقف لإطلاق النار، وهذه المرة تحديدا جميع الصحف سواء الإسرائيلية
الإسرائيلية الأمريكية وغيرها تتحدث بالفعل أن هناك ضغوطات من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل. هناك عدة خيارات لما تكون هذه الضغوطات، ربما بالفعل أن الولايات المتحدة تجلب حل للسلام الإقليمي. لانا ماذا عن ضغوطات أيضا عائلات لذلك المتجزين. هذه خطة مهمة، هل ينوون بتحركات ما إضرابات كما عهدناه في الأيام السابقة؟ على ما يبدو أن الشارع الإسرائيلي لا يؤثر بشكل كبير على القرارات الحكومة الإسرائيلية، يعني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع يخرج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، يقومون بإغلاق بشكل متكرر شوارع رئيسة ومهمة في تل أبيب لمحاولة الضغط على الحكومة للتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. ولكن حتى الآن على ما يبدو أن الجانب الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية لا تضع، حسب أيضا وصف الشارع الإسرائيلي، أنها لا تضع في سلم أولوياتها الأسرى الإسرائيليين، لذلك بالفعل يعني ربما لا يوجد الكثير ما تضغط عليه أو ما يستخدمه الشارع الإسرائيلي ضد هذه الحكومة لأنها متمسكة بالقرارات. وهناك أيضا ضغوطات على بنيامين نتنياهو حتى من الداخل هذه الحكومة كما تحدثنا في الأيام السابقة من إيتمار بن غفير وعدد من الوزراء الإسرائيليين الذين يهددون بشكل دائم أن أي صفقة لا تتوافق مع شروط إسرائيل سوف يقومون إسقاط الحكومة، وبالتالي بنيامين نتنياهو هو مهتم بالتمسك بمنصبه بأي ثمن. أشكرك من القدس مراسلتنا لانا كولغاسي. أشار موقع أكسيوس الأمريكي إلى أن واشنطن وحلفائها الأوروبيين يأملون الإعلان قريبا عن خطوات للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله. وقالت مصادر للموقع أو لموقع أكسيوس إن القوى الغربية الخمس ستعلن عن مزايا اقتصادية لتعزيز الاقتصاد اللبناني لتعزيز الصفقة ودفع حزب الله لقبولها. وفي السياق ذكر الموقع أن المبعوث الأمريكي التقى مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وناقش اقتراحه لتفاهمات جديدة بشأن الحدود. مشاهدينا، من المتوقع أن تركز التفاهمات بحسب موقع أكسيوس على التنفيذ الجزئي للقرار 1701 لتشمل التزاما من كلا الطرفين بوقف المناوشات على الحدود. وبحسب ما نقله الموقع عن مصادر فإن الاقتراح استند إلى نموذج تفاهمات بعد حرب عام 1996 بين إسرائيل وحزب الله. وقالت ذات المصادر أنه من غير المتوقع أن تتطلب التفاهمات من حزب الله تحريك جميع قواته شمال نهر الليطاني، ولكن فقط على بعد 8 إلى 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. ووفقا للمصادر فإن التفاهمات ستستند إلى مبدأ التجميد، أي لن يضطر حزب الله إلى سحب قواته، بل سيلتزم فقط بعدم إعادتها إلى المناطق الواقعة على طول الحدود. وبدلا من ذلك أكدت مصادر أكسيوس أن الجيش اللبناني سيرسل ما بين 10,000 إلى 12,000 جندي إلى المنطقة الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل. في المقابل سيتعين على إسرائيل هي الأخرى اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوتر، حيث طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل وقف التحليق الذي تقوم به طائراتها المقاتلة في المجال الجوي اللبناني. إلى جانب كل ذلك وبموجب الاقتراح، قالت مصادر أكسيوس إن إسرائيل ستلتزم أيضا بسحب بعض القوات التي حشدتها على طول الحدود في الأشهر الأربعة الماضية.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى أو عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص إلى 8، غالبيتهم من المدنيين، مضيفا أن الضربة الصاروخية طالت مواقع عسكرية لميليشيا حزب الله وميليشيات إيرانية بحمص وريفها. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ضرورة العودة إلى الحوار وطاولة المفاوضات لبحث مستقبل التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وقال بيان الخارجية العراقية إن حسين شدد خلال مكالمته مع بلينكين على رفض الحكومة العراقية لمثل هذه الهجمات التي نفذتها واشنطن مؤخرا، وأبلغه أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة. للمرة الأولى منذ ما يقارب العام، الجيش السوداني ينتشر في سوق أم درمان بعد طرد عناصر الدعم السريع. تتابعونها بعد هذا الفاصل. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يوميا أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأتى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن تجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. أضافت القيادة الأمريكية في بيانها على منصة إكس أن 3 من الصواريخ استهدفت سفينة نقل البضائع ستارناسيا أثناء عبورها خليج عدن، مشيرة إلى أن السفينة أبلغت عن انفجار قربها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات. وأشارت القيادة إلى أن المدمرة الأمريكية لابون أسقطت أحد الصواريخ، فيما سقطت 3 صواريخ أخرى كانت تستهدف السفينة مورنينغ تايد قربها دون وقوع أضرار. حمل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ
كلا من إيران وجماعة الحوثي تبعات ما أسماها بعسكرة البحر الأحمر. وأكد ليندر كينغ في تصريحات للشرق الأوسط أن العمل العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها ليس ضد اليمن أو ضد اليمنيين، بل ضد القدرة العسكرية للحوثيين الذين يتصرفون كمنظمة إرهابية عالمية. وأضاف المبعوث الأمريكي أن واشنطن وحلفائها صبروا كثيرا على الهجمات ضد السفن، واصفا الوضع بأنه بات لا يطاق، واعتبر أن إيران تشكل تهديدا كبيرا في المنطقة لإمدادها الحوثيين بالمال والسلاح لمهاجمة السفن، مشيرا إلى أن السلوك الحوثي يتعارض مع دعم الفلسطينيين. من القاهرة ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد سمير راغب. أهلا وسهلا بك سيادة العميد معنا في هذه النشرة. المبعوث الأمريكي إلى اليمن يقول بأن الوضع أصبح لا يطاق، وعسكرة كبيرة للبحر الأحمر وتحميل المسؤولية الكاملة لإيران. وبالتالي السؤال هنا عن الضربات الأمريكية أو البريطانية التي استهدفت بعض من معاقل الحوثيين، كيف يمكن تقييمها لحد اللحظة؟ تحت حضرتك، الضربات أتت كمرحلة متأخرة من عدة مراحل. يعني المرحلة الأولى كان توفير حراسة للقوافل البحرية، ثم التعامل مع إسقاط الصواريخ اللي بتطلق، ثم التعامل مع مصدر التهديد، وبعد كده في المرحلة الثالثة دخل في أنه هو يستهدف مصادر إنتاج الدرونز، مخازن، وفي آخر ضربة كان على صعدة وعلى العاصمة صنعاء بما فيها جبل النهدين اللي هو فيه القصور الرئاسية. يعني بيقرب لمراكز اتخاذ القرار، بيحاول يجعل عبد الملك الحوثي يشم رائحة البارود الأمريكي والبريطاني، فما كانش فيه بدائل أخرى يعني، لكن مؤثرة طبقا للهدف منها. يعني الصاروخ اللي بيوصل لمكان بيصيبوا بدرجة إصابة عالية، لكن هناك تدرج في عملية الإصابة. لكن الضربات دي هتمنع الصواريخ الحوثية؟ لن تمنع الصواريخ الحوثية، لكن مع الوقت تجعل هناك تكلفة عالية على الجانب الحوثي. طبعا في محور آخر هو فكرة منع وصول إمدادات جديدة من إيران للحوثي، يبقى في تدمير للمخزونات، في استهداف للوحدات والمنصات، وبعد كده ممكن يكون في ربما استهداف للقيادات الحوثية. في المراحل دي مرحلة منهم هتقدر توصل بالضغط على إيران أولا والحوثي ثانيا في فكرة الرجوع عن فكرة استهداف الملاحة. دي فكرة الموضوع، لكن لا الأمريكان قالوا نحن هنطلع طيب بضربة فنقضي هم على لحد الآن ولا يمكن القضاء بضربة. سيادة العميد، يربطون وقف هذه الهجمات في البحر الأحمر بوقف الحرب على غزة. هل واشنطن مستعدة مثلا للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب على الأقل لترى نوايا الحوثي؟ هل هي فعليا مرتبطة بالحرب على غزة؟ خلينا نروح للبعد السياسي. الموضوع أمريكا لن تقبل لي الزراع من جماعة، ده أساس الموضوع، بعيدا عن الناس بتروح لتفاصيل الموضوع وتفاصيل ده، وهل لو أوقفوا الحرب هتوقف الحوثي؟ لو نجحت هذه المرة، أنا بتكلم الأمريكان شايفين الموضوع إزاي، قضية لو الذراع الزراع هتكون متكررة. يعني فكرة أولا هيسوق كانتصار إيراني، إيران بتسوق في الأول نحن تقول إحنا محور المقاومة، لكن لو حدث ده هتقول هذا انتصار إيراني، وهتبقى توظف لأهداف فارسية إيرانية ليس لها علاقة لا بالحوثي ولا بقضايا عربية. هي دي الفكرة. لكن أنا يعني كمتابع مش شايف موضوع الحوثي ده ليه يعني، لما بتابع غزة ما حدش بيجيب سيرته أصلا، دليل أنه غير مؤثر في القرار حول وقف الحرب في غزة أو اليوم التالي الحرب في غزة. أنا كمتابع يعني مش شايف ليه تأثير يعني، فما حدش يراهن على فكرة أن الاستمرار قد يؤدي نتائج. لكن اللي هيحصل آتي، لو الجانب المصري والقطري والسعودي والأطراف العربية نجحوا في الوصول لنتائج مرضية للشارع العربي، هتطلع إيران تقول إن الحوثي وضغط الحوثي ده كل الاستهلاك المحلي. لكن لو كان يعني غلق المضايق يحل قضايا كنا قفلناها احنا. سيادة العميد،
ضربات مستمرة سواء من بريطانيا أو واشنطن، ونتحدث هنا تحديدا عن واشنطن، يعني رغم كل هذه التكنولوجيا والثقل العسكري والتقنيات، إلى أنه كأنه هناك محاذرة في التعامل مع الحوثي في البحر الأحمر، ما دوافعها برأيك؟ أولا أنا عايز أشير لأن الجانب الحوثي إعلامه بيحاول يهون من نتائج الضربات، لكن يعني أنا كباحث لأن الضربات لا تزال مستمرة، يعني في كل يوم نحن نقرأ أخبار عن ضربات مستمرة سواء لسفن بريطانية وحتى أمريكية وتهديد بتوسيعها. المعدل على فكرة ده آخر الحوثي، يعني من وجهة نظري يعني هو ضرب 6 صواريخ، في صاروخ منهم أحدث إصابات طفيفة، وبالمناسبة حتى لو ما فيش حماية للسفن هو الصواريخ دي مش صواريخ دقيقة، يعني عادة تقع على بعد 100 متر من الهدف، ولما أصابت هدف رأس الحربي لا تغرق هدف كبير، وخاصة مع وجود عوامل التعاون والإنقاذ، يعني بتحصل حريق القطع الأمريكية بتتوجه القطع نفسها أو قطع تجارية أخرى بتتوجه، لكن ما بقولش ان ده مش مؤثر، ده مؤثر لان الملاحة ورأس المال لا يتفق مع البارود، مع رائحة البارود حتى لو كانت لا تصيب، لكن الامريكان عارفين ان مهما ضربوا في الحوثي هو وصل للنقطة العليا، هو دي الصواريخ اللي عنده وهو ده مدى لكن مع ذلك البعض يربطها بأنه الخاسر هو الحوثي. نعم، البعض يربطها بأنه ليس ردع كامل وإنما تقليم أظافر. هنا أريد السؤال أخيرا سيادة العميد عن الحلف الأوروبي أو تحالف الأوروبي المرتقب في البحر الأحمر والذي أعلن عنه أمس بأنه أصبح قريبا من أي وقت مضى، ما الذي سيضيفه برأيك؟ المرحلة الأولى هو حيتولى الحراسة للقطع الأوروبية البحرية والأعمال الدفاع السلبي، لن يقوم بعمل تعرضي أو عمل هجومي، لكن إذا استمر هذا الموضوع مع وجود أصوات يمنية بتطلب بتحالف ضد الحوثي أعتقد، ومع تغير ربما بعض الأطراف العربية موقفها من التململ مما يقوم به الحوثي في دعم عمليات ضد الحوثي وليس فكرة ضد استهداف السفن، ضد الحوثي موضوع مختلف تماما، هو دعم الشرعية بأن تكون تعود مرة أخرى لما قبل اتفاق ستوكهولم وتسيطر على الساحل، ده الموضوع. لكن مع وجود القوات ممكن أن يتم تكوين تحالف، يعني تضم على البريطاني والأمريكي ومعهم أطراف أخرى فيصبح هناك تحالف ضد الهجمات الحوثية وضد الحوثيين ككل في مرحلة متقدمة إذا استمر هذا الوضع، بعيدا عن ما يروجون له بشروط وقف الاعتداءات. أشكرك من القاهرة الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد سمير راغب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا أبو ريبن. سيكون درمان هيا أخوة، الله أكبر، سيكون درمان. شارع الشنقيطي، سيكون درمان. شارع العناقيد، شارع العناقيد. نشر الجيش السوداني قواته في سوق أم درمان الرئيسي بعد طرد قوات الدعم السريع منها، وذلك للمرة الأولى منذ عام تقريبا. يقول لكم حتما وأقول هذا الأمر لكل الشعب السوداني أننا يد واحدة، قيادة واحدة، نحن كعسكريين نؤمن بوحدة القيادة، وحدة الهدف، وحدة القرار. ما تسمع أي أشياء جانبية هنا وهنالك، نحن قائد عام للقوات المسلحة، نائب قائد عام، مساعدين للقائد العام، رئيس أركان، نواب الأركان، قادة القوات الرئيسة، قادة التشكيلات والجبهات، قادة الوحدات العسكرية، قادة
كل تشكيلات المؤسسة العسكرية. ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السوداني عادل إبراهيم حمد. أهلا وسهلا بك سيد عادل. للمرة الأولى منذ عام الجيش السوداني ينتشر في سوق أم درمان، ما رمزية هذا المكان بالنسبة للجيش وأهمية انتشاره فيه؟ هو تقدم جزئي ولكنه لا يعني الكثير بالنسبة للمواقع العسكرية، فهذا الأمر يدل على أن الجيش قد حقق تقدما جزئيا طفيفا، ولكنه لا يدل دلالة عسكرية ذات مغزى كبير ولا تشبه بأي حال من الأحوال، ولا يمكن تعتبر مقابلا لاسترداد مدينة أو استعادة فرقة وما إلى ذلك من تراجع عسكري حدث الجيش في الفترة الأخيرة، ولكن هو جزء من العمل المعنوي الذي يقوم به الطرفان عندما يحقق كل منهما تقدما ولو كان طفيفا في ميدان الحرب. فاستعادة السوق لا تعني الكثير من ناحية العسكرية، وإن كانت تعني تقدما طفيفا بالنسبة للجيش السوداني، فقد استعاد سوقا ولم يستعد مدينة مدني مثلا أو مدينة نيالة. طيب سيد عادل، لماذا تم الإعلان عن هذه السيطرة الآن بعد حديث أمس عن محاولة لانقلاب أو محاولة لتمرد بعض الضباط وهو ما نفي جملة وتفصيلا؟ هو رد على أي إشارات للململة. وإذا حدث هذا الانقلاب أو هذه المحاولة الانقلابية أو لم تحدث، فإن مرور 10 أشهر على هذه المعركة بدون أن تحسم عسكريا لابد أن ينعكس سلبا على المعنويات على المستوى الشعبي على المستوى العسكري، باعتبار أن المؤسسة العسكرية السودانية كان ينتظر أن تحسم هذه المعركة خلال فترة وجيزة، باعتبار أنها معركة بين جيش نظامي مؤهل ومعد إعدادا كبيرا من ناحية التدريب، من ناحية الإعداد المعدات، من ناحية الخبرات، في مقابل ميليشيا قبلية. ولكن استمرار المعركة لمدة 10 أشهر فإنه لابد أن يحدث تأثيرا سلبيا على المستوى الشعبي أو على المستوى العسكري، وبالتالي فإن يعني ظهور ململة وسط الجنود أو ظهور نوع من الخيبة على المستوى الشعبي هو شيء طبيعي بعد مرور 10 أشهر على معركة لم تحسم حتى الآن ولا تبدو أي بوادر لحسمها في مستقبل قريب. ولذلك لا بد من التفكير في تصحيح المسار من ناحية التغذيات العسكرية أو تصحيح المسار من الناحية السياسية، لأن الاستمرار في هذا النهج تصحيح المسار بدون تحقيق نتائج ملموسة. نعم، تصحيح المسار يبدأ من ماذا؟ من أي نقطة؟ رأينا كان فيه بعض محاولات للمجتمع المدني سواء تقدم أو قوى الحرية والتغيير وغيرها، ويعني هذا السجال بين أنه مقابلات مع حمدان دقلو وليس مع البرهان وغيرها وما إلى ذلك، برأيك المسار الحقيقي والصحيح من أين سينطلق؟ أولا لابد من التأكيد على أن المؤسسة العسكرية السودانية لا خلاف على شرعيتها وعلى أهميتها كواحدة من مرتكزات الدولة الحديثة، ولكن هذا لا يعني غض الطرف عن أعدائها وبذريعة أنها المؤسسة الشرعية وأنها المؤسسة التي يفترض أن لا يكون هنالك جيش موازي في وجودها. فالتصحيح يكون تجاوز هذه مسألة المقاطعة واستعداء المنظمات الإقليمية والمبادرات الوطنية وما إلى ذلك، فإن العملية التصحيح الآن ليس تصحيحا عسكريا فقط بل تصحيحا سياسيا أيضا، فلا بد من الاستجابة لأي دعوات لوقف الحرب
بدل من خطاب التصعيد والخطاب التعبوي الذي تبناه قيادة الجيش حاليا. على سبيل المثال فإن دعوة تقدم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية لقائد الدعم السريع وقائد الجيش هو كان يفترض أن يستجيب لها قائد الجيش أيضا حتى يجر قائد الدعم السريع إلى ميدان لا تملك فيه قوات الدعم السريع رصيدا بل تملك فيه سجلا قبيحا وأسود من التدمير والتخريب. فكان يفترض أن يجر قوات الدعم السريع إلى ميدان السلم الذي لا يملك فيه قوات الدعم السريع أي رصيد ولا أي خطاب لأنه سوف يأتي للشعب السوداني وفي رصيده هذا الخزي من التدمير ومن الخراب ومن القتل وما حدث في الجنينة وما حدث في الخرطوم وما حدث في المدني ورصيد أسود كان يمكن أن يراهن الجيش على العملية السياسية. دعيني أكمل هذه الفكرة لو سمحتي. فالناحية السياسية ليس لدينا الكثير من الوقت وأريد أن أتطرق إلى العديد من النقاط. تفضل أكمل هذه الفكرة في 20 ثانية. القادة الجيش هم أدرى بمقدرات الجيش ومدى إمكانية استمراريته في الناحية العسكرية. من ناحية عملية واضح أن الجيش لم يتقدم في الناحية العسكرية. طيب. فلماذا الإصرار على الجانب العسكري وهنالك احتمال أن يلجأ إلى جانب الاستجابة لدعوات السلم ويجر قوات الدعم السريع إلى ميدان لا تملك فيه قوات الدعم السريع أي رصيد يذكر. نعم أشكرك على كل من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السوداني عادل إبراهيم حمد. كنا نود الحديث أكثر ولكن دهمنا الوقت. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا هذه الجولة الإخبارية انتهت. للمزيد من الأخبار تابعوا قناة الحدث على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. إلى اللقاء.